ممكن لو استثناء، يعني لو الراجل ده راجل كويس وعشرتنا طويلة وبيننا أولاد وأنا بحبه وهو بيحبني، وخني في وقت من الأوقات أو كانت نزوة في حياته ما هيش طبع، ما هيش شخصيته، ما هيش تركيبته، وهي نزوة لأنه هو كان بيمر بظروف صعبة، لأنه كان بيمر بأزمة منتصف العمر، لأنه كنت أنا عندي أخطاء كتير في علاقتي معاه أدت إلى أنه يمكن يديني ظهره ويروح يضعف مع ست تانية، هسامح. زمان يعني من لما كان عندي مثلا 20 و22 سنة والشباب بقى والسجن او يعني الاقوال اللي بنسمعها انه لا كله الا الخيانه والخيانه حاجه ما تتسامحش، كانت الفهمه الاعتزاز بالذات واخدني قوي قوي وكرامتي والانا بتاعتي منتفخه جدا، فلا انا ما سامحش حد يخوني، بس الواقع بيقول غير كده. ده انا بتخانق على طول. لا وفلور اتخانقت كتير، يعني كان الترند بتاعه هو كان ده اللايف ستايل. في لؤلؤ ما خنتش. فكريني انا دور الزوجة منتشر، لا ما خنتوش برضو، هو كان بيتجوز عليا طول الوقت. يا جماعة انا مظلومة والله. انت ما طردتش مرة قلتي هو انا يعني ما فيش ست ما ينفعش تتخان. وخدي بالك لو هي ست حتى جميلة ومعتمدة على جمالها، ده لما بتكوني عايشة مع حاجة مع تحفة فنية، اول ما بتجيلك البيت بتكوني منبهره بيها قوي، كل ما تصحي الصبح من النوم او عربيه جديده لاكجوريوس كده وشيك وحلوه وخطيره وما حصلتش، كل ما تركبيها او كل ما تشوفيها تحسي بالانبهار الرهيب. وجود الشيء قدامك بيبطل يبقى مبهر، بتتعودي على الشكل، حتى لو جمال رائع ما حصلش بتتعودي على الشكل. اللي بيفرق المعامله والروح. فانت لو في ست جميله جدا لكن اخلاقها سيئه ومنفره، هتكرهي شكلها وهيكره جمالها الراجل وهيبطل يشوفها جميله. انا ما بحبش اتخان في الحياه، بس اتخان في التمثيل مش مشكله. مش فارقه معايا قوي. والله كان المفروض انه من مده يبقى فيه جزء جديد من سبع جار، بس الحقيقه الفكره كلها اتاجلت ولسه ما فيش اي جديد يعني في الموضوع ده، ما اعرفش اي اخبار. احتمال الفتره الجايه يبقى فيه جديد عن سبع جار، لانه المسلسل نجاح يعني مبهر الحقيقه. كل ما بيتعرض بينجح، يعني لسه بيتعرض كان بيتهاجم، بس انا ما فهمتش برضه هو بيتهاجم ليه. بس يعني عامه هو بيتعرض حاليا برضو على قناه من قنوات الدراما يعني المصريه العربيه، بالظبط العربيه، وناجح جدا. ربنا يشفيها يا رب، ربنا يشفيها وامنها. يعني ما كانش عندي معاها شغل كتير، كان عندي معاها يمكن 3-4 مشاهد بس. طبعا كنت سعيده جدا ان انا اشتغلت معاها يعني، ومع شيرين كمان يعني كنت سعيده جدا. لا انا كنت يعني في مشهد انا فاكره، كنا في المطبخ. ربنا يقومها بالسلامه يا رب. انا وهي بنعمل حاجه والبنات بره، فهي بتشتكي لي من حاجه وبتحكي لي حاجه، ف يعني قد ايه طبيعيه، يعني قد ايه وانا بمثل قدامها انا حاسه ان احنا واقفين في المطبخ بنعمل مكرونه بالصلصه الكدابه، يعني قد ايه هي عايشتني الدور وقد ايه هي جميله وطبيعيه جدا وكانت رائعه في المسلسل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.